اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص، الابداع والتميز كل يوم ثلاث مع اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني. حلواني بالفعل النهارده حلقه خاصه جدا، حلويات وحارسين كل الحرص ان احنا بنعمل حلويات مش موجوده لا في مطاعم ولا في فنادق، وممكن ما لهاش في الاوبن بوفيه اللي احنا ممكن نتعزم في المناسبات الجميله، ويا رب يكثر مناسباتنا وايامنا السعيده يا رب والحزن يبعدوا عننا. بنروح على الاوبن بوفيه بنلاقي حلويات وبنلاقيها يعني متشابهه من مكان لمكان هي النهارده التغيير والتنوع. هنعمل النهارده الفواكه ريزوتو. احنا عارفين ان الريزوتو من المطبخ الايطالي، يا اما ريزوتو بالجمبري يا ريزوتو بالدجاج يا ريزوتو بالخضار، مظبوط ولا لا؟ يا بيف ريزوتو، الحاجات دي كلها ريزوتو يعني رز مطبوخ مخبوص معاه جبنه ومعاه حاجات جميله. انا هعمل النهارده الريزوتو بالفواكه، بالتفاح والموز مع القراصية والزبيب واللسان العصفور معانا، ده الرزوتو، ده الرزوتو معانا اللي احنا ممكن نعمله. معانا البرتقال واحنا في موسم البرتقال بنودعه، قبل ما نودعه هنعمل فطيرة جميلة جدا اسمها فطيرة البانكيك بالبرتقال ومربة البرتقال. البرتقال موجود في السوق وغني جدا بفيتامين سي، هنعمله النهاردة البانكيك زي السيالة، يسموها السيالة في المطبخ السوري او المطبخ الشامي، جميلة جدا انا بحبها دي، بتتعمل بالسكر كده والسمنه البدر الرقات فوق بعضيها، اوعى وشك. وعندنا هنعملها النهارده البان كيك بالبرتقال، جميله جدا مع مربة البرتقال. معانا كمان حلوى جوز الهند، جوز الهند الله تعتبر برضو نوع من انواع الفواكه قبل ما بتتبشر، هنعملها النهارده فطيره جوز الهند او حلوى جوز الهند، جميله جدا بطريقه الشيف المغازي مختلفه تماما. هندخل فيها شويه البهارات العربيه اللي هو الكركم والهيل مع القرنفل والمسمار اللي هو القرنفل والقرفة اللي هي الدرسين، أربع حاجات كركم وهيل وقرنفل وقرفة اللي هي الدرسين، فالطعم هيكون مختلف تماما، هديها فليفر عالي شوية. هنبدأ بيه يا أبو الشيف، هنبدأ بنعمل عجينة البانكيك بطريقة سهلة وبسيطة خالص مع عم ماجد هنا. عجينة البانكيك بسيطة وجدا وسهلة. البانكيك هنشوف مقاديره على الشاشة مع بعض بالبرتقال، بانكيك بالبرتقال وبشرة البرتقال ومربة البرتقال، ونشوف مقاديره على الشاشة مع بعض والصورة تتحدث عن نفسها. مقادير البانكيك: برتقال، بيض، دقيق، حليب، مربة البرتقال، بيكر باودر، فانيليا، رشة ملح. هقول المقادير تاني بسرعة والمقادير على الشاشة والصورة تتحدث عن نفسها. مقادير البانكيك: 4 بيضات، 4 معالق دقيق، نص كوب حليب، رشة بيكر باودر، رشة ملح، معلقة سكر، بشرة برتقال عشان الفليفر عالي يكون جدا، وعصير البرتقال، وما ننساش مربة البرتقال للتقديم مع التزيين طبعا والبرزنتيشن، يا اما برتقال مقلي مع الزبدة يا اما سلايس برتقال. انا هعمله النهارده بطريقة مختلفة تماما هتعجب الاطفال، وصدقوني هيعجبكم لو عملتوه بطريقة الشيف المغازي. عبد الخلاط، الموضوع بسيط خالص، نأمن على الخلاط كده شغال تمام التمام زي الفل. هنحط في الخلاط الاربع بيضات دول، وخلونا نكسر كل بيضه لوحديها لان احنا ممكن تقابلنا مشكله في البيضه من جوه، فاحنا خلينا نتلاشى المشاكل كده واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. حلو الكلام، ادي واحده، الله، ادي اتنين، ثلاثه، اربعه، ادي الاربع بيضات زي الفل هما تمام. دي جت منين ديت؟ بلاشها، تمام، نحطهم هنا كده، دي البداية. أنا بسهل عليكم عمايل السيالة أو البانكيك بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ودي طبعا في الليل عشوة مية مية، عشا خفيف تنام خفيف زي ما بقولوا. عندنا الدقيق نص كم من الدقيق أهو، حلو الكلام، معانا حليب نص كم من الحليب، حلو الكلام، الله عليك يا أبو الشيف أهو، كل ده في قلب الخلاط. معانا سكر، معلقة سكر، حلو الكلام، معانا شوية فانيليا، حلو الكلام، رمى بيج يبقى فانيليا على طول، معانا بيكنج باودر، حلو الكلام، كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. معانا بشرة برتقال اهي زي الفل، الله ينور على اخواتي المساعدين، ادي بشرة البرتقال تمام زي الفل في قلب الحشوة. كل ده يا ابو الشيف، كل ده نخلص كده من المقادير دي كلها اللي عامله لنا زحمة دي هنا. حلو الكلام، حلو الكلام، الخلاط واشتغل يا عم الخلاط، ازعجكم معلش شوية. خلصت تمام زي الفل. هنحط المقدار ده في كسرولة عندنا،
اهوت. هنحط سرسوم من الزيت صغير. سرسوم زيت صغير كده. حلو الكلام. تمام. الله عليك يا ابو الشيف. كل اللي انا اعمله دلوقتي هصفي المقدار ده كده. وارد يحصل يكون في مشكله في الدقيق ولا حاجه. خلونا نصفي الخليط ده كده بالراحه مع بعض في مصفى كده صغيره اهوت. حلو. ادي البان كيك بسيط خالص وسهل اهوت. يا فطوم ازيك؟ ايوه مدام فاطمة ازاي؟ مساء الخير. اهلا وسهلا يا ست الكل. عامل ايه؟ كله تمام. الحاجات الحلوه اللي بتعملها دي جميله قوي بجد وسهل. والحلويات سهل. الحلويات ما يوم الثلاث بقى الحلويات. ايوه فاطمة خلاص قلبت ضحكتك. بس دي معلقه سكر بس. يا نعم معلقه سكر بس. معلقه سكر لان انا عايز اعملها بمربة البرتقال. عشان كده. فلو حطيت سكر كتير هيخطف الطعمه بتاعه المربى. صح كده. فانا هعملها بده بس السكر مع رشه الملح اللي هي المقادير العاديه. اصبح عندي الخليط له قوام زي الكريمه اللباني كده يا ست الكل. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. هسيبه على جنب كده لمده 10 دقايق. جميل. بقول لحضرتك فضل. انا عايز اعمل بلح الشام مش بيطلع معايا حلو. ما اعرفش ليه. عيوني والله انت بتستاهل اعمل بلح الشام واجيبه لغايه حضرتك. سلفني ضحكتك. ايوه اديها ضحكه. عيون الاثنين. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب وينصر مصر يا روح الجميله الحلوه دي افتقدناها يا رب. ربنا يديك الصحه يا امي. ربنا يديك الصحه يا امي. ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي. عشان بلح الشام ينجح معاكي ويكون مرمل خدي بنصيحه الشيف المغازي معلقتين سميد ناعم لكل عيار 3 كوبايات. او نخلي 3 معالق سميد ناعم ل 3 كوبايات دقيق لكل كوب دقيق معلقه سميد ناعم هيخلي لك بلح الشام مرمل. في حاله لما نقليه مهم جدا واحنا بنقلي بلح الشام الزيت يكون فاتر قوي يعني تقدر تحط صباعك فيه. تنزلي بمقدار بلح الشام من القمع وتحكمي في الحجم بواسطه سكينه تتبلي زيت وبعد كده تحطيه على نار شديده يستوي. طلعتي بلح الشام تصدميه بالصدمه السكر على طول يكون الشربات ينزل في قلبه يطلع من الشربات نصفيه في المصفى. نبدا نقلي الطاسه الثانيه او الطاسه الثانيه. ما ننزلش ببلح الشام والطاسه سخنه لان احنا طالعين بيها سخنه. نسيبه لما يبرد خالص يا اما نحط زيت من الازازه اللي موجوده عندنا يقوم يهدي درجه بروده الزيت شويه. هي دي طريقه بلح الشام. انا كنت عملت عجينه البان كيك هسيبها على جنب كده هشتغل فيها بعد شويه عشان معانا برتقال ومعانا العجينه ومعانا مربة البرتقال هنقدمها معاه وهنشوف ازاي هنقدمه مع بعض. تعال ننتقل للاخ تيمور هنا ونعمل الروزوتو بالفواكه. ايه يا شيف؟ احنا عارفين في روزوتو بالجمبري زي ما قلت. روزوتو دي اكله حادقه هتعمله حلو. عندنا لسان العصفور او الشعريه الصغيره تعالوا نعملها بالفواكه القراصيه والمشمشيه والزبيب مع الزبده الله مع القرفه الناعمه والجنزبيل البودر والموز والتفاح. بجد الاكله دي تبور وفي ايام الشتاء بالذات هتدف فينا وتخلينا التمام التمام. تعالوا شوفوا مقاديرها على الشاشه مع بعض. مقادير الريزوتو بالفواكه. الفواكه حسب الرغبه ولكن نكون حريصين كل الحرص. ايه الفواكه اللي ممكن تخش النار تتعامل مع لسان العصفور او مع الريزوتو من غير ما تتهري زي التفاح والموز ونجيب الموز السميك شويه. المقادير على الشاشه ريزوتو بالفواكه من المطبخ الايطالي ولكن النهارده من مطبخ النايل لايف بطريقه الشيف المغازي. كوب من لسان العصفور. تفاح الوان اخضر احمر لون واحد مفيش مشكله. معانا موز يكون شويه مش مستوي. معانا ربع كوب من الزبيب. معلقتين زبده. معلقه جنزبيل بودر ولو طازه اوعى وشك. مع القراصية والقرفه الناعمه. اقول المقادير كمان مره على السريع. مقادير الريزوتو من المطبخ نايل لايف مش المطبخ الايطالي المره دي. الريزوتو كوب من لسان العصفور. حلو الكلام. معانا تفاح الوان. معانا موز. معانا ربع كوب من الزبيب مهم جدا. ما ننساش كمان معلقه جنزبيل ومعلقتين من الزبده مع القراصيه والقرفه الناعمه. هنبدا بيها يا شيف. لو عندنا المقادير الحلوه دي كده هنبدا بيه الاول خالص. ادي الجنزبيل وادي القرفه الناعمه وعندنا الموز وعندنا التفاح وعندنا الزبده وعندنا لسان العصفور والقراصيه. اول حاجه هبدا بالسمنه هنا احطها في قلب الطاسه. حلو الكلام. واحط عليها لسان العصفور واقلبه. اهو دول كفايه قوي. نحطهم كلهم يلا زي بعض.
ونقلب لسان العصفور مع الزبدة. المطلوب هنا تحمير لسان العصفور شوية. تحميرة لسان العصفور شوية كده وانا واقف جنبه كده بقلب اهو بواسطة السمن اهو. يبقى اول حاجة ببدأ فيها تحمير لسان العصفور مع السمنة بالشكل الجميل ده كده اهو. شايفين الجو ده كده اهو. التحميرة دي مهمة جدا. عندنا هنا طبعا عينيا شوف كده لسان العصفور بتحمر ازاي مع السمنة اهو. حلو اهو. شفتوا الاستاذة رشا بتحبكم ازاي اهو. شايفين ادي السمنة البلدي او الزبدة نحمر فيها لسان العصفور علشان انا عايز احمر لسان العصفور شوية علشان ما يعجنش مني. خلوا بالك افلفله. ايه افلفله دي مهمة جدا. هنمسك الموز نقطعه ونمسك التفاح نقطعه والقراصية انا حابب ان انا احطها زي ما هي مش بالنوايا بتاعت. على فكرة القراصية ديت مفيدة جدا. ونجيب القراصية الجافة ديت واقولكم على طريقة حلوة كده بالليل. يلا عشان بحبكم نسمع فاصل نسمع كلام الكبير. شفت لما بنسمع كلام الكبير بيعمل لنا ايه؟ بيحطنا تحت باطه ويحمينا ونقول له وراك يا كبير. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الريزوتو بالفواكه. معانا النهارده البانكيك بالبرتقال مع مربى البرتقال. معانا النهارده حلاوه جوز الهند لاهل اسوان واهل الاقصر حبايبنا. اوعى تروحوا بعيد تواني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل حاجة بعملها على عينك يا تاجر. انا كل اللي انا عملته انا حمرت لسان العصفور مع السمنة والقراصية هنا كله بيتقلم مع بعضه كده اهو زي الفل. بس طبعا الاساسي لازم القراصية اللي بتجيبها مجففة. المعلومة اللي كنت عايز اقولها لازم ان احنا ننقع القراصية في شوية مية. ليه يا شيف؟ علشان القراصية دي بتكون محفوظة وتقريبا يكون بقالها شهور في قلب الكيس. فاحنا بنفتح عليها الكيس بنحطها في شوية مية ساعة نسيبها لمدة نص ساعة ساعة مفيش مشكلة نغسلها ونتخلص. هتلاقيها طريت معاكي وبقت لونها طري. تبقى لما نستخدمها مع الاكل تبقى بالشكل الجميل زي الفل ده كده. ادي القراصية مع لسان العصفور. الموضوع مختلف تماما النهاردة بس صدقني صدقوني هيعجبكم قوي لو عملناه. ادي القراصية مع لسان العصفور وادي الزبيب كمان مع لسان العصفور. الله عليك يا ابو الشيف. قراصية وزبيب حلو الكلام اهو. ادي الريزوتو قراصية مع الزبيب ولسان العصفور. دول اول حاجة نزلت بيهم كده. نيجي للموز بتاعنا والتفاح. الموز هيتقطع بالشكل ده كده مش هنزل بيه خالص دلوقت. والتفاح برضو اخليه على اتنين كده بالشكل الجميل ده كده اهوت. خلي بالكم الفواكه لما نيجي نطبخها مع بعض بنقطعها صغيرة عكس ما اعمل التفاح ده مثلا طرت او ابل باي بالقرفة والسكر البني فبنقطعه صغير مفيش مشكلة. ولكن انا النهاردة هطبخه مع لسان العصفور فمهم جدا ان انا اعمل ايه يا شيف؟ ان انا انزل بالتفاح الاول اهو. الموز هنزل بيه اخر حاجة. حلو الكلام. الله ايه الجمال ده. حلو الكلام. عندنا البهارات بتاعتنا معانا جنزبيل بودر. الله على الجنزبيل مع لسان العصفور. الله على القرفة الناعمة كمان والفواكه تحب القرفة الناعمة. وده سر لازم نعرف ايه سر الفواكه تحب القرفة الناعمة. طبعا مع اهل العلم واهل الخبرة معايا الدكتور حبيبي الدكتور سمير نيروز استشاري التغذية العلاجية والسمنة. دكتور سمير ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف وحشني. اهلا وسهلا. وحشني جدا جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامة يا دكتور سمير. ربنا يخليك حبيب قلبي. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. دكتور سمير قبل ما نخش على سؤال حلقتنا النهاردة انا بعمل النهاردة اكلة مختلفة تماما. يمكن السادة المشاهدين شايفينها معايا على الشاشة يعني فيها شوية ايه اختلاف وجهات نظر شوية. فواكه مطبوخة مع مكرونة موضوع غريب شوية. فاحنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين علاقة القرفة بالفواكه. ليه دايما القرفة مرتبطة بالفواكه دايما لما نيجي نطبخها؟ القرفة مرتبطة بالفواكه لدرجة ان انا يعني مثلا لما باجي اوصف الموز اقول للمريض اللي عندي يا ريت معلقة قرفة كده على صباع الموز ده هيزود القيمة الغذائية يزود قدرته على ان هو يسرع الحرق ويخلي عملية الميتابوليزم اللي هي عمليات الحرق داخل الجسم اسرع واقوى. القرفة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انا بدخلها دايما وحبها مع الفاكهة كويس.
مع حضرتك. يعني من المشروبات الجميلة جدا مشروب القرفة. مشروب القرفة طبعا. يعني الصبح طبعا ده مهم جدا مع جنزبيل لو حطينا القرفة لوحدها. انا ما بفضلش القرفة مع اللبن يعني. بفضل القرفة مع الجنزبيل افضل من القرفة مع اللبن طبعا. ده مهم جدا الصبح. طيب دكتور سمير، سؤال حلقتنا النهارده وفي غايه الاهميه، عسر الهضم. كلنا بنعاني من عسر، يقول لك عندك الهضم، عندك مشكله في الهضم، كل ما تاكلش مسبكات، كل مسلوق، ركز في الخضار، كل اللحم مستوي زياده. ايه موضوع عسر الهضم وايه علاقته بالتغذيه؟ والله موضوع عسر الهضم ده اللي بنسميه انديجيشن، يعني عمليه الهضم لا تتم بطريقه جيده. الحقيقه لها اسباب كتيره قوي، وممكن في الحلقه دي نتعلم ازاي نحل مشكله عسر الهضم، ويا ريت المشاهدين يركزوا معانا قوي. ليه الواحد بيجيله مشاكل في الهضم او ما نسميه عسر الهضم؟ يقول لك انا ما بعطيش كويس. هقول له نمره واحد، المواعيد بتاعت الاكل، مواعيد الاكل. كل يوم بميعاد، وافوت وجبه وما افطرش. افطر الساعه 2، ومره افطر الساعه 6، ومرة أفضل الساعة 7. ده بيعمل ارتباك في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى عسر هضم. كويس. نمرة 2، الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام. يعني أنا ما عنديش مانع إن أنا آكل كميات صغيرة على فترات قريبة، كل ساعتين أو كل 3 ساعات. بس كميات صغيرة. إنما في ناس أنت تعرف يقعد طول النهار ما ياكلش، ويجي مرة واحدة بالليل ياكل كميات كبيرة جدا من الطعام. والغدا من الساعة 12 الظهر او الساعة 1 لغاية الساعة 6. لغاية الساعة 3 تقريبا، والعشاء من 6 من 7 لغاية الساعة 10 بالليل. يعني هم بيعملوا الفرايد الاكل، تنظيم الوقت بتاعهم في الاكل زي فرايد الصلاة بالظبط. وهتلاقي الناس دي ملتزمة جدا في المواعيد. مظبوط يعني الكلام. يعني انا مرة بقول لك كنت في ايطاليا وكنا بنعمل بروجكت، بنعمل مشروع وبنتكلم. وجه وقت الاكل بصيت لقيت الدكتور الايطالي ده قال لي it's time of lunch. هذا لقد حان وقت الاكل. الساعة كام؟ بيقول لقد حان وقت الصلاة. ايوه. لا هزار. مفيش هزار. طب نستنى شوية. لا نو. it's time of food. يعني الاكل ده بيعتبروه حاجة مقدسة. مظبوط. لان لو نحافظ على مواعيد الاكل ده المفتاح الجوهري للصحة. الجهاز الهضمي، عشان نحافظ على صحة الجهاز الهضمي وما يحصلش عسر هضم المواعيد. كويس. نمرة 3، الناس اللي بتاخد الوجبات المتبلة، توابل زيادة، الافراط في التوابل، الافراط في الدهون. الافراط في الحاجات اللي هي الدسمة، الوجبات الدسمة والحلويات الدسمة، دي من الحاجات اللي بتعمل اعراضها. ايه بقى عسر الهضم؟ عشان الواحد يقول لك انا عندي عسر هضم. اول حاجة انتفاخ، غازات كتيرة. التبرز، البراز له رائحة كريهة. حرقان في فم المعدة. يقول لك انا عندي غازات كتيرة. وعنده انتفاخ باستمرار. نتيجة ان الهضم سيء والاكل ما بتنظمش كويس. ومضغ الاكل مهم جدا يا دكتور سمير. طب نعمل ايه بقى عشان الواحد يقي نفسه من عسر الهضم؟ كويس. في عندي 6 حاجات سحريه. واحد، لازم ننظم مواعيد الاكل، وده حاجه مقدسه زي مواعيد الصلاه بالظبط. مهم جدا مواعيد الاكل. الاهتمام ان انا حتى لو كلت على فترات كل 6 ساعات اخد دايما سناك في النص. اكل انواع خفيفه. اخد خيار، اخد خس، اخد كابوتش، اخد فاكهه. تجنب ان انا املى البط من الحاجات اللي هي يعني مشكله كبيره جدا. ان الواحد يملى بطنه ياكل كميات كبيره. حلو. برضك تجنب الاطعمه المتبله، المشروبات الغازيه من الحاجات اللي بتعمل عسر هضم اللي فرط فيها، وخاصه لو خدنا مشروبات غازيه اثناء تناول الطعام. مشروبات غازيه غلط اثناء تناول الطعام. طبعا مهم. غلط. طبعا. طب شرب الميه؟ شرب الميه كمان اثناء تناول الطعام خطا جدا، وبرضك بيعمل عسر هضم. لان انت بتقلل فعاليه الحموضه بتاعه
المعدة اللي هي مهمة جدا عشان نهضم البروتين كويس. من الأطعمة الجميلة والمشروبات الجميلة زي النعناع وزي الكمومين وزي الزعتر, ويمكن أقول لهم برضه طيب. بعض الوصفات السحرية. طب حضرتك بتنصح شرب المية امتى؟ اذا وقت الاكل غلط بعد الاكل شرب المية. بص قبل الاكل على طول يا شيف اخد كوبايتين مية قبل الاكل. كوبايتين مية المعدة هتتملي يا دكتور سمير. المعدة ما تتملي بالمية دي بتقلل كمية الاكل اللي انا باكله, فده مفيد جدا في ان اقلل كميات السعرات اللي انا باخدها. كويس. كوبايتين مية قبل الوجبة ده وصفة مهمة جدا. بعد الاكل لازم استنى حوالي ساعة عشان ابتدي اشرب مية. برضك من الحاجات اللي تتخذ كسناك حاجة كويسة جدا, اجيب صباع موز مع ثمرة فاكهة واضربهم في مخلط, وده من الحاجات اللي هي بتقلل التهاب المعدة. كويس. او الخوخ مع كمثرى, يعني لو خدت ثمرة خوخ وثمرة كمثرى احط عليهم بقى بعد ما اضربهم في الخلاط احط عليهم معلقه جنزبيل او معلقه قرفه مع عصره ليمون او الاثنين لانه بيقلل عسر الهضم الى حد كبير. سؤال اخير يا دكتور سمير بعد اذن حضرتك. ان انا ادخل الفواكه في النار زي انا ما دخلتها دلوقتي التفاح والموز مع القراصيه, هل هنا بفقد قيمه من القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها او ان انا هنا بستفيد بيها؟ انت بتدخل ايه؟ بدخلها على النار, يعني بسويها على النار الفواكه. لا يا فندم, يعني زي التفاح والموز والقراصيا معايا دلوقتي مع لسان العصفور ده الرزق. الحاجات اللي هي بعض الفيتامينات اللي هي بتتاثر بالحراره زي فيتامين سي ممكن يقل شويه, وده ممكن اخده من حاجات تانية كتيره جدا. انما تنوع تنوع طريقه الطهي من الحاجات اللي هي مفيده جدا للجهاز الهضمي. طيب دكتور سمير انا بشكرك شكرا جزيلا, وبالنيابه عن استاذ المشاهد. فيتامين سي يا شيخ مش مشكله, ممكن عصره ليمون على كوبايه الميه هتعوض لي فيتامين سي وهيبقى حاجه كويسه جدا. طبعا الميه الصبح مع عصره ليمون دي مهمه جدا. ربنا يخليك. شكرا يا دكتور سمير. الف سلامه يا شيخ, وكل سنه وانت طيب. وانت طيب حبيب قلبي. وربنا معانا. انا بعزمك على الطبق الحلو ده الريزوتو بالفواكه ان شاء الله. شكرا يا دكتور سمير. شكرا جزيلا. ألف سلام. شكرا شكرا دكتور سمير نيروز استشاري التغذية العلاجية والسم. شايفين معايا الريزوتو بالفواكه؟ شايفين البساطة والسهولة؟ داود الفواكه صدقوني انا عارف ان هي موجودة دلوقتي في مطبخك. خلاص مليت منك انت تاكل التفاحية وانت قاعدة بتتفرجي على التلفزيون, مليت منك انت تاكل التفاح ني او فروت سلط, تعالى نعمله النهاردة مع لسان العصفور او مع الشعرية الصغيرة اللي بتتباع في السوبر ماركت, بس لازم تتحمر كويس وتبقى نسميها ريزوتو بالفواكه. نستعين بالجنزبيل البودر ونستعين بالقرفه الناعمه اللي مديها لون حلو قوي كده. حد بيقول لي دلوقتي يا شيف احمد انت ما حطيتش سكر. انا متعمد ما احطش السكر. القراصيا عندنا فيها سكريات, الموز فيه سكريات, التفاح فيه سكريات, التفاح الاحمر بالذات. فمهم جدا ان انا اقلل كميه السكريات هنا, ولكن حسب رغبه افراد الاسره اللي موجودين على السفره بتاعتنا ربنا يبارك لنا فيهم. حابين يحطوا سكر عندنا السكر البودر ممكن نقدمه معاه, عندنا السكر نحطه قدامنا كده واحنا بناكل مفيش مشكله. خلوها من غير سكر افضل بكتير, علشان حسب الرغبه والضيوف اللي هيجوا لنا ممكن واحد مش بيحب السكر كتير او معاه مشكله في السكر فياكل من الطبق ده بجد هيمتص. دي فيه نشويات وفيه الياف وفيه كل حاجه احنا عايزينها. اصبح الوجبه ديت في العشاء بالليل جميله جدا. شايفين مع بعض هنخليها كده هنا. معنا اتصال. يا مدام سعاد ازاي؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه سعاد؟ ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعملها يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. الحاجه الجميله دي. الله يبارك لك يا حاجه سعاد. اموريني يا ست الكل. تسلم ايدك يا رب. الله يسلمك. هو سؤال في الموضوع النهارده وسؤال تاني. عيوني ليك اتفضلي. تسلم الله يخليك فضلك الله. اتفضلي. بالنسبه للبان كيك اللي عملته اللي هو بالبرتقال. نفرض ان انا مش عايزه اعمله مربى, يعني احط فيه مربى ممكن تعمليه بالشوكولاته. ممكن تعمليه بالشوكولاته وتعمليه بس بالكريمه او بالقشطه مفيش اي مشكله. طيب عمرين تحت عبرك. السؤال الثاني. طيب
ماشي الله يخليك. السؤال الثاني بقى العمر اللايم الاحساد عايزين ياكلوا ربنا يخليهم لك، عايزين ياكلوا كباب باللحمه المفرومه. انا كنت بعمله لهم كباب باللحمه المفرومه على الفحم. على الفحم يعني عايز اعرف هل انا بحط اللحمه المفرومه ومعها طماطمايه والبهارات في حاجه تانية بتحط عليها؟ بص يا ست الكل، الكباب باللحمه المفرومه لما اجي اشويها على السيخ لازم اللحمه تكون ملبسه شويه. لو حطيت معاها طماطمايه وبصله هيفرط منك، فاحنا عايزين الكباب يشد على السيخ، فبلاش البصله ولا الطماطمايه الا اذا عملتيه بطريقه مختلفه وحطيتي مع الخلطه دي كلها معلقتين دقيق او معلقتين شوفان، هنا الموضوع اختلف تماما. فانا اللحم لما نيجي نعمله كباب على الفحم او على الشوي على الجريلا ما نحطلوش لا بصل ولا طماطم خالص، احنا حته اللحمه بتيجي ملبسه زي الفل، وبعد كده نحطها على السيخ ونشويها على الجريلا او نشويها على الفحم. انا هنا شفت البرتقان قدام عينيا لفت نظري، خدت برتقانايه وقطعتها بالشكل الجميل ده كده، وزينت بها الطبق الحلو ده كده، شايفين مع بعض ازاي اهو تمام. طبق الريزوتو اهو بسيط خالص، حاجه جميله جدا زي الفل، شايفين الجو ده كده، ادي الريزوتو عملناه بالفواكه مع القراصيا. الطبق ده كبير في السن هياكل، ما تخافوش مفيش اي مشكله، ولكن انا بجد اتعمدت احط القراصيا. هنا نشوف ازاي هنعمل كعكة جوز الهند. انا عندي هنا مقادير، خلينا نشوف المقادير الاول وبعدين نعجنها مع بعض، هندخلها الفرن ونواصل عملنا مع عجينة البان كيك. هي تقريبا كده خدت التخميرة زي الفل، العجينة زي الفل، هنبدأ نشتغلها مع بعض. يلا خلونا نطلع بمقادير عجينة البان، عجينة الكعكة جوز الهند. خلينا نشوف مقاديرها مع بعض. الصورة تتحدث عن نفسها، المقادير على الشاشة. حلو الكلام. معانا 2 كوب من جوز الهند، معلقتين من الدقيق، بياض بيضة، رشة ملح، كوب من السكر، ولوز. لوز عليك يا عم الشيف. هنقول المقادير تاني مع بعض. 2 كوب من جوز الهند، معانا 2 معلقة دقيق مهمين جدا، وما ننساش كمان بياض بيضة، رشة ملح، ومعانا كوب من السكر. كل الخليط ده مع بعض هنعجنه مع بعض حالا دلوقتي، ونشوف ازاي نعمل الكعكة الحلوة ديت. ادي جوز الهند معانا. الفليفر معانا هنا الثلاث حاجات دول مهمين جدا، اساتذه المصورين يا ريت نجيبها مع بعض ونشوفها. معانا الكركم، معانا القرفه الناعمه، معانا المسمار، معانا الجنزبيل، كل ده بينزل مع بعضه. حلو الكلام. معانا معلقتين دقيق علشان يعمل عمليه تماسك ولم الشمل لكله. معانا السكر بتاعنا هنحطه هنا في قلبيها. حلو الكلام. بياض البيضه ما ننساش طبعا، شويه الفانيليا. الله تمام. حلو، بياض بيضة هناخده كده نخطفه من الصفار. يا مدام أمل ازيك؟ ألو؟ أيوه يا ست الكل. أيوه ازيك يا شيخ أحمد؟ أهلا وسهلا ست الكل. عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله. إحنا هنا والله يا شيخ أحمد. الله يبارك فيك. اتفضلي يا ست الكل. أنا بس كنت عايز أسألك عن شوربة السي فود. شوربة السي فود؟ أه، والبيتزا الإيطالية. نعمين؟ والبيتزا الإيطالية. البيتزا الإيطالية، حاضر. عينيا الاثنين. نشكرك على كل الأكلات اللي بتعملها. نعم. نشكرك على كل الأكلات اللي بتعملها. أنت ست عظيمة جدا، عيوني ليكم يا ست الكل. حاضر. ربنا يخليك. اتفضلي. شوربة السي فود يا إما نعملها بيضة يا إما نعملها حمرة. تتعمل بيضة بالطماطم بالكريمة اللباني، في حالة لما نعملها حمرة بنعملها بصوص الطماطم، دي مهمة جدا. اللوز هنا أنا هحطه على جوز الهند بعد ما أعجنها كويس ببياض البيضة كده. شايفين الجو ده كده اهو، شايفين البهارات اللي انا حطيتها ديت مهمه جدا اهو اهو، كل ده مع بعضه يا ابو الشيف. الله اهو زي الفل. يا مدام شويه ازيك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا ست الفل؟ كل تمام الحمد لله. انا مبسوطه منك قوي ومش عارفه اكلمك لظروفي، انا على فكره كبيره في السن مش صغيره. ربنا يديك الصحه يا امي يا رب. لكن انا بحب طريقتك واسلوبك ونظافتك، نظيف جدا جدا بطريقه غير عاديه. الله يبارك لك. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا عايز اسال حضرتك، حضرتك عملت الجلاش بالعجوه، انا بحب العجوه قوي. والتمر وصى فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. هو التمر. حضرتك عملت التمر ازاي؟
انا بجيبه طري، احنا عندنا بيبيعوه في منتهى الجمال الحقيقه. انت التمر جبتيه طري؟ طازه طبعا، طازه. احنا بنشيل النوايا من قلب التمريه طبعا، ايوه وبنحطه في قلب الطاسه مع معلقتين سمنه بلدي، ايوه، وبلاش نحط سكر لان التمر غني بالسكريات. مليان طبعا، وتقريبا يعني برضو السكر لما يكون قليل في الحلويات لكبار السن مفيد جدا. ما تخليش بحس ان انا كبيره بجد. نعم يا ربنا بجد. الشباب كله يا ام، انا عندي 72 سنه يا شيف احمد. انتوا الخير والبركه، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك. خدت بالك؟ ايوه. وبعد كده نهرس التمر كويس مع الزبده زي الفل. ايوه. بقى عندنا معجون، هنجيب الجلاش نفرد رقات من الجلاش، خمس ست رقات يتخللهم الزبده طبعا. وبعد كده نحط التمر في النص وندخلها الفرن، ونحط عليها تاني برده خمس رقات من الجلاش وندخلها الفرن. ادهنه فوق حاجه؟ نعمين. ادهن الجلاش حاجه؟ لا، الجلاش بس اتعمل بالسمنه. ايوه. لان الجلاش دايما يحب السمنه والزبده البلدي. بالظبط. بس يا ست الكل. شكرا يا ابني. تحت امرك. ميرسي قوي حبيبي. ده الله يخليك. كتر الف خير. اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي. مع السلامه. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ بفلفل الجوز الهند مع بياض البيضه والبهارات كده، انا عايز الجو ده كده اهو. عشان في الاخر دلوقتي مش عايز فيها سائل كتير اهو. البهارات هنا الكركم مع الهيل الناعم مع القرنفل مع القرفه، مهم جدا اهو. زي الفل. خلاص كده تمام. هبدا اعمل دلوقتي، اجيب صينيه. هاتينا شوية زبدة، شايفين الجو ده كده؟ معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم على جوز الهند دول مهمين جدا. خلي بالكم السكر هنا في مع جوز الهند هيكرملي جوز الهند. الحلويات اللي هي غير الكيك وغير الترط، المساحة مفتوحة فيها، المقادير حسب ما بتحبي وحسب ما انت بتفضلي. بتفضلي انك تحطي مع بهارات مع الحلو بتاعك، مفيش مشكله، حسب ما انت عايزه. شايفين العجينه عامله ازاي معايا؟ زي الفل تمام كده. لازم ما تكونش طريه خالص، انا مش عايزها طريه. زي الفل تمام كده. انا خلصت منها وعجنتها بالشكل الجميل ده كده. هنجيب صينيه، هنقسم الصينيه دي زبده او سمنه، مفيش مشكله، زي دي كده. وتعالوا مع بعض نعمل كام واحدة كده وندخله بالفرن. درجة حرارة الفرن بتكون شديدة 180 تقريبا، ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. معانا اتصال؟ طيب خلونا نتهن الصينية، يا اما سمنة يا اما شوية زيت، مفيش اي مشكلة. ولكن هعمل طريقة لطيفة اوي هتعجبكم. عند السكر عايزة تكرمل كده، هنحط شوية سكر في ارضية الصينية، ده الجديد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السمنه، الله اهو، دي السمنه. انا دهنت الصينيه سمنه كده، عند سكر، شفت الجو ده كده اهو، الله عليك. والسكر الزياده ننزل بهنا كده، شايفين الجو ده كده. ادي الصينيه بتاعتي اللي انا هسويها في الفرن، دهنتها زبده او سمنه. وبعد كده عملت ايه يا ابو الشيف؟ حطيت على السمنه شويه سكر، واقول لكم السكر ده هيعمل ايه دلوقتي. السكر ده هيكرمل لي جوز الهند من تحت كده، ده كله مع بعضه. يا مدام ابتسام، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف؟ كله تمام الحمد لله. والله اكلاتك كلها كويسه يا شيف، ومتعلم منك حاجات كتير جدا. الله يبارك لك. الله يستر معاك. عايز اسال حضرتك يا شيف لو سمحت على طريقه الرز المعمر، عشان بعمله دايما بيطلع مني ناشف. الرز المعمر ماله؟ بيطلع مني ناشف دايما. طيب بص يا ست الكل، الرز المعمر عشان ينجح معاكي مهم جدا انك انت في الاول تنقعي الرز في شويه حليب. تجيبي شويه حليب تحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود، وتحط الرز في قلبيهم تنقعيه لمده نص ساعه. يعني ايه تنقعيه؟ يعني تغسلي الرز بعد ما تغسليه مره واثنين وثلاثه وتتاكدي ان هو نظيف وتمام، هتحطيه في قلب الحليب ده وتسيبيه لمده نص ساعه وساعه. ده مهم جدا. معايا ست الكل؟ شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ ادي كعكة جوز الهند بسيطة خالص. جوز الهند اصلا بتتحط برزنتيشن على الحلويات، فانا عملتها بطريقة جميلة اهوت. الفكرة كلها ان انا عايز استفيد بالبهارات فيها. احنا ممكن نجيب الفورمة بتاعة المعمول نحط فيها جوز الهند ده كده، ونحطها بالشكل الجميل ده كده. زي الفل. نعمل لنا كام واحده كده، هندخلهم الفرن، نزينها باللوز.
واخدين الجو ده كده اهو، نعمل ايدينا كده دايره ونحطها في قلب ايدينا ونحطها هنا كده على الوش اهو زي الفل. او ممكن عندنا قوالب الكب كيك الصغيره بنثيرها برضو زبده ونحطها سكر ونحط فيها سكر ونحط فيها قوالب جوز الهند. اهي شايفين الجو ده كده، انا عملتها على ايدي اهوت قدام حضراتكم عشان تشوفوها بالشكل ده كده. الله اهو تمام. كمان واحده اخيره يلا، عشان عندنا البان كيك جاهز، النار سخنه والعجينه جاهزه، هنقف عليه كده ونشتغله مع بعض. كلنا عايزين نشوف البان كيك هيطلع معانا ازاي. تمام اهو تمام. ادي جزء، ادي اللوز، نزينها باللوز كده مفيش مشكله. ممكن فستق، ممكن عين الجمل زي ما احنا، بندق مش هيقول لا. شايفين الجو ده كده تمام. تسلم الايادي يا ابو الشيف. درجه حراره الفرن كام هنا؟ لازم هنا تكون درجه حراره الفرن عاليه، ركزوا معايا. الحلو ده بالذات جوز الهند لما تيجي تعملها في الفرن لازم تكون درجه حراره الفرن بتاعك عاليه جدا، علشان هي شيف، علشان ما تفرطش منك. هندخلها الفرن. هنا السؤال يا عم تيمور، هنحطها فين؟ هنحطها في ارضيه الفرن ولا في نص الفرن؟ سؤال في غايه الاهميه. هنحطها فين يا ابو الشيف؟ هنحطها في نص الفرن اهو. ليه يا شيف؟ لان انا دهن الصينيه زبده وسكر، فانا عايز النار تكون بعيده عنه شويه. يلا باي باي، مع السلامه. تعالوا نعمل مع بعض البان كيك بتاعنا الجميل. نشتغل هنا مع بعض كده، نوسع علشان انا ايه تحت. معانا خمس دقايق زي الفل. احط ايدي على السؤال اجاوب على طول، جاهز انا. تعالوا مع بعض نعمل البان كيك. ادي طاسه على النار سخنين زي الفل تمام. معانا رشه زيت صغيره كده زي الفل. اعلمك ازاي تعملي البان كيك بطريقه سهله خالص. وانا خلصت كل اللي في ايدي وقفت معاوت، بجيب منديل، والمنديل ده موجود عندك في المطبخ، بجيبه بالشكل ده كده. مش هجيب فرشه ولا حاجه، لان الفرشه ممكن معاكي اللي يحصل الفرشه بتكون بلاستيك او مثلا خيش او ما اعرفش بتكون شعر. المهم الفرش في السوق كتير، فلما تستخدميها مع الطاسه وهي سخنه ايه اللي بيحصل؟ وده بيحصل بالفعل، بتلاقي الفرشه شكلها اتقلب، زعلت، يا اما كشعرت معاكي. شايفين ازاي؟ بواسطه المنديل ده كده بخليها على جنب كده، واحط معلقه من الايه، من الخليط بتاعي اهوت. الله عليك يا عم احمد، ولمها كده اهو على وشك اهو اهو. الله عليك اهو اهو اهو. خلصت الثانيه نفس القصه اهو، على النار كده وهي سخنه. تاكد النار مولعه معانا زي الفل اهو تمام. نجيب دي كده اهو من الاطراف كده، وناخد طاسه من دي كده اهو. لازم الطاسه طبعا ما تكونش من من الحاجات الكويسه عشان ما تلزقش معانا العجينه اهو. شايفين الجو ده كده اهو اهو. السياله اللي بيحبوا السياله اهي، بحطها هنا كده زي الفل. نعلي النار شويه تمام. دي سخنت معايا اه يا نعم يا نعم ها ماجد. حاضر عينيا اهو يا عم ماجد، عليك توصيه اهو. شايفين ازاي اهو 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 اهو. نحطها على النار زي الفل. هتبدا تطلع معايا واحده واحده ونشيلها مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اه. الله عليك يا شيخ تمام اهي معايا. من في ثانيه تطلع معانا اهي. ادي السياله او نقول البان كيك زي ما احنا عارفين اهو زي الفل. طلع معايا، ننزل بقى هنا كده تمام. واحنا شغالين مع بعض برضو رشه زيت كده بسرعه اهو، ما نكترش الزيت خالص اهو اهو، براحه خالص اهو 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 خالص، ما فيش ابصوا اهو اه. هتبنى اعمل كده ليه؟ عشان تطلع معايا رياه زي ما انا شفتها دلوقتي اه زي الفل. نجل دي كده اخبارها ايه؟ زي الفل. انا لسه واكلها من كام يوم والله. دي لما بنحطها بقى اقول لكم على طريقه حلوه ليها سهله. هنجيب كام رقه من دولت كده نحطهم في طبق زي ده كده، ونجيب معلقه سمنه بلدي وشويه سكر، نحط السمنه وبعد كده نحط شويه سكر صغيرين ونحط دي فوقيها بالشكل ده كده، سكر وسمنه والتانيه فوقيها. نعمل لنا خمسه سته سبعه فوق بعض كده، ونجيب سكينه ونقطعهم مثلثات او مربعات، ونحطها في الفرن بايركس او في فخار لمده 10 دقائق. الفرن يكون مولع من تحت ومن فوق، نسيبها في الفرن. فكره ان احنا ندخلها الفرن بنعرف السكر على السمنه
عشان الاثنين مع بعض مع العجينه بتاعتنا في الاخر هناكل ايه، فطيره او سياله او ناكل بان كيك بالسكر، جميل جدا. خلوا بالكم ادي عندي العجينه جاهزه زي الفل اهيت، تمام تمام، ودي كمان اخبارها ايه زي الفل، تمام اهيت، شايفين ازاي ادي العجينه معايا تمام زي الفل، وادي كمان دي اهيت زي الفل. نعمل لنا كمان ايه واحنا واقفين كده مع بعض وراش حاجه لغايه لما الاستاذ رشا تقول لنا ايه وقتنا خلص اهو، نعمل واحده كده نركز مع بعض اهي، ملوي دي كده وننزل بقى هنا كده اهو، شكرا اهو 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 اهو، شكرا. نفس الموضوع هنا اهو، دي اخر واحده على ما اعتقد هتكون اخر واحده اهو، تمام، وهي سخنه كده لازم على طول، وهي سخنه وهي سخنه وهي سخنه انزل بيها تمام على النار زي الفل. ايه الاخبار هنا؟ دي اخبار ايه؟ نعمين تمام، خلاص خلصنا لسه، هذا المربى بتاعتنا زي الفل، ممكن نحط مربى بقى ونقدمها كده يبقى شكلها جميل جدا زي الفل في الاطباق دي كده يعني. حلو الكلام، الله، عندنا المربى، ادي البان كيك بالمربى جميل جدا زي الفل، ادي المربى بتاعتنا، حاجه بسيطه ولذيذه الاطفال ياكلوها، مربى برتقال ممكن نحط عليها كمان عصير برتقال وندخلها الفرن، الله، اللي ياكل واحده دي الصبح يا عم ماجد. حلو الكلام، شفتوا ازاي نعمل دي كمان واحده مع بعض اهيت زي الفل. انا بسهل لك نوع حلو بسيط جدا تقدر تعمليه لاولادك الصبح يفطروا بيه، خاصة هم رايحين المدارس، جوزك هو رايح الشغل، يعملوا له خمسة ستة من دولت مسح زور كده وهو طالع من الشغل، يهدى شوية عليك على ما تجهز له الغداء. حلو الكلام؟ الله الله اهي اهي زي الفل، وهي سخنة كده تمام، وهي سخنة ننزل عليها بالمربى، ممكن ننزل بالسكر وهي سخنة كده اهي، شايفين الجو ده كده؟ اه والله اللي اعملها بالسكر، انا احبها بالسكر والسمنة اهي، الله اهي تمام، شايفين الجو ده كده؟ ايه الاخبار هنا؟ ايه الاخبار؟ اوعى وشك اهي، دي خلاص جاهزه اهي تمام اهي، هي استوت اهي، تاخدها كده زي الفل تمام، برضو مربى كده اهو، ونلفها كده، الله، مين هياكل دول يا ماجد؟ انا هنفطر بهم دولت اهو. حلو الكلام، اخ واحده اخيره يا استاذه رشا ماشي عشان نكسب وقت اهي، دي واحدة أخيرة أهي 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 أهي، دي آخر واحدة أهي أهي، خسارة أهي، شايفين الجو؟ تمام، خلصنا يا أبو الشيف تمام، أدي الحلو البسيط السهل خالص، ممكن نعمله بطريقة سهلة في البيت، تعمليه لجوزك لأولادك ربنا يخليهم لك إن شاء الله، دي نطلع معاها بالراحة كده نوصل الفرن معلش مع بعض. إيه الأخبار؟ اوه اوعى وشك، معانا وقت يا استاذه رشا ولا خلصنا؟ عينيا، خلينا نطلع كعكه جوز الهند مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. حلويات لو فتنا على المطاعم كلها بجد مش هنلاقي الحلويات دي موجوده لا في مطعم ولا في فندق خالص غير مع الشيف المغازي، شفناها مع بعض ازاي، هنختم مع عم ماجد هنا حبيبي اهو زي الفل. يلا ادي طبعا دي مستحيل نغرفها غير لما تبرد شويه، خلوا بالكم دي لازم تبرد اهي، شايفين ازاي اللوز متحمر، لازم تبرد شويه وهي في قلب الصينيه عشان اغرفها في الطبق. حلو الكلام، وبعد ما تبرد هنغرفها في الطبق نزينها بجوز الهند ممكن، او نزينها بشويه مكسرات تاني، او زي ما هي كده زي الفل. عندنا البان كيك بتاعنا ناكله بالسكر ماشي، بالمربى ماشي، حسب ما انتوا بتحبوا مفيش اي مشكله. خلونا نطلع دي كده اهي زي الفل، شايفين ازاي اهي زي الفل. هنا سؤال، ايه الفرق بين عجينه البان كيك وعجينه الكريب يا شيف؟ هي نفس الطريقه بس عجينه الكريب، الكريب طبعا اللي احنا بنعملها نحشيها سبانخ او لحمه مفرومه او دجاج ما بنحط لها السكر خالص، بتبقى معانا بالشكل الجميل ده كده، دي ممكن احنا ناكلها ساده، ممكن ناكلها ساده او ناكلها بالشوكولاته مفيش اي مشكله، تبقى زي الفل. شفت الحلويات بتاعتنا النهارده، حلويات نادر وجودها بره خالص، لازم الشغل البيتي وشغل انك تعملها في البيت مهم جدا، عندك ثلاث حاجات، رقم واحد بتعرفي بتستخدمي ايه في الحلويات بناء على رغبه
ضيوفك او رغبة اولادك او الاسرة بتاعتك الجميلة اللي انت بتعيشة جواهم. رقم اتنين السكر بحسب كل واحد بيحب السكر زيادة او السكر قليل. رقم تلاتة واللي هي الاهم الشربات هيكون ايه، فيك تسقيها شربات، فيك تسقيها عصير برتقال، فيك تسقيها تعملي سيرب اللي هو السكر والمية مع عصير الليمون والقرفة حسب ما انت عايزة. انواع المكسرات اللي بتستخدميها بيحبوا الاطفال ايه، فميزه انك تعملي حلويات في البيت بتتحكمي في الماتيريال بتاعك. عملنا الريزوتو بالفواكه جميل جدا السكر فيه قليل، عملنا كعكه جوز الهند السكريات فيها كتير وكعكه دسمه زي الفل فيها البيض وفيها كل حاجه، عملنا عجينه البان كيك بالبرتقال ومربة البرتقال وبشره البرتقال جوه العجينه نفسها، ده اللي مخلي لونها اصفر جميل بالشكل الجميل ده كده. اذا فعلا عايزين بصوت عالي وبقلب قوي نقول اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني. النهارده الثلاث يوم الحلويات وموعدنا مع الحلويات والابداع والرؤيه والفن مع الشيف المغازي حصريا على نايل لايف.